نلتقيكم في المرحلة الثالثة من نصب جهاز تقويم الأسنان. الطريقة السريعة والمريحة والممتعة. الخطوة الأولى نعزل الأسنان الأمامية الأربعة بواسطة القطن. افتح سالم، ممتاز. الآن لمعي بيدك وتابعني، شوف شلون حسوي الأسنان. أنا شفتها بالهواء، حلو. الآن شوف الراحة والمتعة، اتعلم على الأدوات بشكل سليم، ولذلك أي آلة استخدمها هو مطمئن لها لأن يعرف أسرارها. هذا الرقم واحد إلى اليسار، ممتاز، أنت تكمل معايا. رقم اثنين إلى اليسار، نرجع هاي الجهة. رقم واحد إلى اليمين العلوي، رقم اثنين اليمين العلوي، ممتاز جدا، ممتاز جدا. حتكون هذه المنطقة أسهل من الخلفية، ليش؟ لأنه ما يحتاج أسحب الخد للخلف، فقط أسحب الشفة للأعلى، فإذا انتقلت من الصعب للسهل، إذا حتحس بالراحة أكثر أكثر كل ما أستمر بالعمل. أيضا نحتاج مثلا نصف دقيقة لتهيئة الأسنان بالحامض. الإنجليزي يسموها acid age technique، يعني عملية تحضير السن أو خدش السن بشكل قليل، تهيئة السن للاصق في المرحلة القادمة. الآن لراحة المراجع أشيل الأسد كله حتى لا تأثر عليه، وأغسل الأسنان وأقول له ارجع بسرعة، اغسل وارتاح وارجع بسرعة. الطريقة مريحة وسريعة، بحيث قسمت الفك الأعلى إلى ثلاث مقاطع، يسار يمين أمام وبشكل متتالي. أرجع أضع القطنة وأسحب الشفة وأنشف الأسنان. افتح شوي حبيبي، ممتاز. الآن افتح شوي حبيبي، نضع البوند او اللاصق على الاسنان وابدي سنين، ابدي بالسن رقم اثنين يسار، ثم الاول يسار واضبطهم. حسب القواعد الفنية. والآن أبدأ أنشفهم بالضوء ممتاز. شكرا يا سالم، يتابع الحركات خطوة خطوة، بمعنى مرتاح ومستمتع بالعمل، وإلا الدماغ يستحيل أن يتابع هو متألم. الآن خلصت الجهة اليسرى، اليسار، أكمل جهة اليمين. افتح رقم، تابع وياي، رقم واحد علوي يمين، تمام؟ رقم اثنين علوي يمين، والآن نضع الحلق بالاتجاه المناسب. طبعا هناك مواصفات دقيقة جدا لكل سن، هذه ما يحتاج نتكلم عنها لأن هذه مهمة الطبيب وليس المراجع. أنصب الحلقات بالشكل المطلوب والشكل الفني بشكل سريع ومريح. ممتاز. والآن أيضا أثبت الحلقتين وسالم يتابعني، والآن ياخذ صورة لنفسه بالمرآة.
خذي هالصورة إلا شوفي شلون دي هذه الصورة. قلي can you take the phone سالم ده في الصورة نفسها أثناء تقويم الأسنان. ما أروعها من خطوة مريحة وممتعة، لكن مع الأسف نسمع كثير يقول علاج تقويم الأسنان مؤلم، مؤلم إذا ما كان بالطرق الحديثة والمواد الحديثة وعلاج نفسي يهيئ المراجع بذلك. لذلك أنا دائما أقول طريقتي ممزوجة مع طريقة برنامج برمجة الدماغ بفنون الكلام NLP Neuro Linguistic Programming، وفي بعض الأحيان أستعمل هيبنوسيس يعني تهدئة الدماغ بالنوم الإيحائي. الغرض من ذلك يكون المراجع مرتاح بالطريقة إلى أن يتم علاج تقويم الأسنان. شكرا يا سالم، الآن اعطينا رأيك ونصمت على 12 حلقة مرة واحدة. شنو شعورك وانت الآن خلصت؟ هل انت مرتاح لو بتقلم؟ طيتك أبرة ولا بدون؟ انت شعورك؟ صراحة سعبتي يعني شعورك أول مرة يعني أدرك تقويم حياتي، يعني هو ما أنه يؤلم ولا شيء ومريح وكل شيء الحمد لله، وما كان فيه أي تخدير أو أي شيء والحمد لله. يعني أول تجربة أنت أول ما جيت كنت خايف؟ صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. وكنت تصور أشياء كثيرة، قلق وأبرة وألم وغيرها. شفت من هذا شيء؟ لا. ثق، هذه الخطوة أصعب من اللي حتيجي بعدها. هنشوف الخطوات التالية أسهل وأسرع وممتعة أكثر، لأن هتشوف نفسك بالصورة بالشاشة اللي موجود قدامك، الصورة القديمة اللي أخذناها قبل شوي والصورة الحديثة اللي تكون بعد أسبوعين أو شهر. وهذا شكرا لمتابعتكم مع نهاية الحلقة الثالثة من نصب التقويم، والحلقة الرابعة ستكون نصب سلك تقويم الأسنان وكيفية تحريك الأسنان. وإلى لقاء آخر، مع تحيات البروفيسور الدكتور بشير كنعان، عمان، مسقط.